إنه الفرات، شريان الحياة الذي يغذي ملايين السوريين، لكنه يحتاج اليوم لتعريف جديد بعد أن تغيرت صورته التي كنا نعرفها بها. فخلال عام واحد انخفض منسوب مياه النهر 5 أمتار عن السابق. الانخفاض لم يكن من غضب الطبيعة أو من قلة نسبة هطول الأمطار كما يظن البعض، بل جاء كنتيجة حتمية لمخططات النظام التركي الذي يمنع وصول حصة سوريا من مياه النهر. ضرر القطع هذا طال كل شيء، فتقلصت ساعات تغذية المدن بالطاقة الكهربائية، كما تضررت الأراضي الزراعية وباتت تعاني من الجفاف. انقطاع مياه نهر الفرات يسبب آثار كثيرة على الأهالي، منها انقطاع الكهرباء. كان قبل انقطاع نهر الفرات مياه نهر الفرات الكهرباء كانت تزود أهالي المنطقة 24 ساعة، أما الآن تنقطع الكهرباء بشكل متقطع، وسببها انقطاع المياه وانخفاض منسوب المياه، وأيضا أثرت على المزروعات من ناحية الري. جفاف حاصر السكان، فلم تعد تصلهم المياه بشكل كاف، ما اضطرهم لتعبئة المياه بصهاريج بشكل مباشر من النهر، الأمر الذي حمل تداعيات صحية خطيرة ظهرت على شكل أمراض. وحتى ضفاف النهر التي كانت تستخدم كموقع للاستجمام خسرت حركتها السياحية بسبب انخفاض منسوب المياه وركودها وتلوثها بشكل كبير. كل العالم أمراضه بسبب المية الوسخة هاي، كلهم اللي على نهر الفرات مرضانين من السبب هذا. يعني هذه كورونا تانية، هاي اجت كورونا تانية، يعني بالزلعومة بتيجي دغري. ليش؟ لأنه عم يشرب منها أولاد صغار، نسوان، أولاد ختائرة، كلهم هذول عم يمرضوا بسبب هالشي هذا. كل هذا قوبل بتخاذل وصمت من المجتمع الدولي ومنظماته، بحسب بيان الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا، ما ساهم بتشجيع النظام التركي على الاستمرار بمنع تدفق مياه نهر الفرات إلى سوريا والتلاعب بحصتها من المياه، وصفة ذلك بجريمة حرب. وبحسب الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة السورية والنظام التركي، يتعين على الأخير السماح بمرور ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات، لكنه لا يسمح فعلياً إلا بمرور أقل من 200 متر مكعب في الثانية.